نصب حاكم إقليم البحيرة آدم فورتي أمدو كل من محافظ محافظة بول ولواء وباقسولا وسط حضور من السلطات الإدارية والعسكرية والتقليدية في الإقليم. تقرير محمود مسلفين. بموجب مرسوم الرئاسي الصادر في هذا الشهر والذي ينص على تعيين عدد من المحافظين ونوابهم فضلا عن الأمناء العامين للأقاليم بمختلف الأراضي الوطنية، وفي ذات السياق جاء تنصيب 3 محافظين لإقليم البحيرة وهم إسحاق سونو زوغودو محافظ محافظة لواء خلفا للمحافظ السابق محمد جبرو وجيميوس وبابي محافظ محافظة باقسولا خلفا للمحافظ السابق أحمد آدم سعيد، ومحمد جبرو محافظ مدينة بول خلفا للمحافظ السابق أمبودو أفانو. هذا وبعد قراءة المرسوم الرئاسي الذي ينص على تنصيب هؤلاء المحافظين من قبل حاكم الإقليم آدم فورتي أمدو، الذي شكر المحافظين السابقين على ما قاموا به من عمل مثمر خلال الفترة التي قضوها بالمحافظات التابعة للإقليم، طالبا من الفريق الجديد الالتزام بمبادئ العمل الإداري واحترام النظم والقوانين الإدارية لأجل تحقيق الأهداف المنشودة. هذا كما أعطى فورتي توجيهات وإرشادات للمحافظين الجدد جلها تتمحور حول العمل سويا من أجل أمن وسلامة المواطنين بالمنطقة، وكذا السعي من أجل تقديم خدمات تنموية لصالح السكان وأن يكونوا حاضرين في كل وقت من الأوقات، خاصة من الأعمال الإرهابية التي باتت تهدد أمن وسلامة المواطنين بالمنطقة. المحافظون الجدد من جانبهم قدموا شكرهم لرئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو في الثقة التي أولاها إياهم، كما شكروا أيضا المحافظين السابقين على ما قدموه من عمل مثمر خلال فترتهم بالمحافظات، مؤكدين للحاكم أنهم سيبذلون قصارى جهدهم من أجل تنمية وتقدم الإقليم، والالتزام بالعمل سمة حضارية يجب لكل واحد أن يتصف بها. من البحيرة إلى إقليم مندول، حيث نصب حاكم إقليم مندول عيسى الجدي المحافظ الجديد لمحافظة مندول شرقة وسط حضور كبير من السلطات العسكرية والإدارية والتقليدية وسكان المدينة. تقرير محمود مسلفي للمرة الثانية. لا زالت أقاليم الأراضي الوطنية التشادية تشهد هذه الأيام حفل تنصيب عدد من المحافظين والأمناء العامين بمختلف الأقاليم، وعليه شهد إقليم مندول حفل تنصيب المحافظ الجديد لمحافظة مندول شرق أمبانغ أورجدينا خلفا للمحافظ السابق أبكر دنيا مارك طبقا للمرسوم الرئاسي رقم 1465 الصادر بتاريخ 5 سبتمبر الجاري. هذا وبعد قراءة المرسوم الرئاسي من قبل حاكم الإقليم عيسى الجدي تم تنصيب المحافظ رسميا وسط حضور من السلطات الإدارية والعسكرية والتقليدية. وخلال كلمته بهذه المناسبة، المحافظ السابق أبكر دنيا مارك قدم شكره لكل الذين وقفوا معه خلال الفترة التي قضاها، طالبا من المحافظ الجديد أن يعمل بجدية من أجل استمرارية العمل وتقدمه في المحافظة. المحافظ الجديد إمبانغ أورجدينا بدوره شكر السلطات العليا التي على رأسها رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو، الذي وضع الثقة في شخصيته، طالبا من جميع العاملين بالمنطقة التضامن معا من أجل تقديم أفضل عمل يسهم في إنجاح المهمة الإدارية. من جانبه حاكم إقليم مندول عيسى الجدي شكر المحافظ السابق على الإنجازات التي حققها خلال فترة عمله بالمحافظة. يذكر أن محافظة مندول شرق تبلغ مساحتها حوالي 70,000 كيلومتر مربع، ويسكن فيها قرابة 40,000 مواطن يتواجدون في 6 مقاطعات تشمل 9 من الكنتونات وتضم أكثر من 40 قرية. هطلت مساء أمس السبت أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية بقرية أم درمان بمقاطعة حرز البيار بإقليم حجر لميس، حيث خلفت هذه الأمطار خسائر مادية وبشرية، مما دفع محافظ مقاطعة حرز البيار بزيارة إلى القرية لتقديم العزاء لأسرة المفقودين ومعرفة حجم الخسائر المادية. تقرير محمد حسن آدم. نعمة الغيث تتحول أحيانا إلى نغمة، تلك هي الحالة التي شهدتها قرية أم درمان بكانتون كرن لمركز إداري أنجمينا فارة لمقاطعة حرز البيار إقليم حجر لميس، حيث هطلت أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة خلفت خسائر مادية وبشرية أدت إلى وفاة 3 امرأة إحداهن حامل و22 جريح، إلى جانب هدم أكثر من 90
90 من المباني والبيوت السكنية، هذا ما أكده شيخ القرية بلام محمد بشارة بركة محافظ مقاطعة هراز البيار. وبعد تقديم واجب العزاء لأسر المفقودين وتفقد أحوال المتضررين، طلب من المنظمات غير الحكومية والأصحاب ذوي النوايا الحسنة مد يد العون والمساعدة لسكان القرية. زي ما انتو شاهدتوا ولاحظتوا الشعب حاليا موجودين من دون مأوى من دون منزل، فالحالة مؤسفة. نطلب من أصحاب النوايا الحسنة والمنظمات ووزارة الشؤون الاجتماعية التدخل فورا لإنقاذ هؤلاء المنكوبين حقا. وننوه إلى أنه بعد حدوث مثل هذه الكوارث الطبيعية يجب على المواطنين الوقوف وقفة رجل واحد والتحلي بروح المسؤولية والتماسك والتضامن من أجل إنقاذ ومساعدة المنكوبين. بهدف محاربة التصحر، نظمت جمعية الرؤية والمبادرة من أجل البيئة بإقليم البطحاء حملة لغرس الأشجار بمدينة آتي البطحة، حيث شملت الحملة ساحات بعض المدارس. كان ذلك بحضور عدد من المسؤولين في القطاع التربية والبيئة وعمدة بلدية آتي. تقرير محمد طاهر، جميل الحار. التشجير وإعادة التشجير في المؤسسات التعليمية وتعزيز الحس البيئي لدى الطلاب، هذه من أهم أهداف جمعية الرؤية والمبادرة من أجل البيئة المعروفة اختصاراً بـ V. حملة التشجير الحالية التي أطلقتها الجمعية هنا في مدرسة شاتو بآتيا ستستمر لتشمل العديد من المؤسسات التعليمية بالمدينة. فبحسب رئيس جمعية الرؤية والمبادرة من أجل البيئة محمد أبقن هشاري، إنه بالإضافة إلى التشجير وإعادة التشجير ستحظى المدارس بحملات توعوية لصالح الطلاب والمعلمين حول التربية البيئية، فوائد الشجرة وأهمية المحافظة على الأشجار في المحيط المدرسي. كما تداخل في هذه المناسبة كل من مدير مدرسة شاتو، المفتش التربوي ومفتش الغابات، حيث ركزوا حديثهم على الفوائد التي ستجنى من هذه الأشجار المغروسة على صعيد الظل وتوفير بيئة ملائمة للطلاب من أجل التحصيل العلمي. أما عمدة مدينة آتيا آدم محمد امتدحت هذه الخطوة لجمعية V، مؤكدة أن إعادة التشجير وحماية البيئة هي من أهم أجندة البلدية، طالبة من الطلاب وإدارة المدرسة ضرورة المحافظة. نأسف على ردات الصوت الذي جاءنا من حيث المصدر، وبهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية العربية التي قدمناها لكم من العاصمة الجميلة. نشكركم على طيب المتابعة، تلقاكم دمتم في أمان الله.